حنا بقينا في الدعم ديال القدره الشرائيه. اولا التزامات ديال الحوار الاجتماعي عندنا فيها 9 مليار، 26 مليار ديال الدعم في لاكاس دو كومبونساسيون باش هذوك يعني المنتوجات اللي هما كنسميتو غادي يبقاو. انتم شفتوا واحد الوقت تقال القيل والقيل على البوطا من البوطا، والناس شفتوا كيفاش كانت الحركه. مره اخرى كنقولوا بانه يعني الثمنات غادي يبقاو في المستقرين. وبلا ما نتكلم لكم على الالكتريسيتي، الضو الباح دوز فيه نهار مع واحد العدد ديال الاجتماع ديال مع واحد العدد ديال الوزاره، نهار ديال الاجتماع يعني كلها والمشاكل ديالو كيفاش هذا اللي تزادوا 2 مليار ديال الدولار بلا ما يحولها يعني المستهلك. اعطوني شنو هي يعني هاد المعادله، 2 مليار تزاد يعني في لا ماتيير بوميا وما تيغاش للكونسوماتور، شنو هي المعادله؟ بون، المهم اليوم مرة أخرى نوضح بأنه ما كاينش زيادة في الكهرباء، والدولة راه بالبركة ديالها غادي تلقى الحلول والانتيليجونس إن شاء الله باش تدوز هذه المرحلة.